أثابكم الله. يقول: ما حكم من سب الله ورسوله؟ هل يكفر بمجرد السب أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ يا سبحان الله، يسب الله ورسوله ولا يكفر؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يسب الله ورسوله ويقال ما يكفر حتى تقام عليه الحجة؟ من قال هذا؟ الله جل وعلا يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يقول أنه ما يكفر حتى متى تقام الحجة عليه؟ يوم القيامة. هذا من ما أحدثه المتعالمون في هذا الوقت، الذين تعلموا على أنفسهم وعلى الكتب أو على أمثالهم صاروا يلوكون هذه المسائل. والمشكلة أن شرهم لا يقتصر عليهم بل يتعدى إلى الناس، فيجب على طالب العلم أن يتأدب ولا يدخل في المسائل الخطيرة، بل يجب عليه أن يتعلم أولا، تلقى العلم عن العلماء، ثم إذا تلقى العلم عن العلماء الثقات عرف هذه المسائل. أما إنه تناولها وهو جاهل أو متعالم فهذا ضرر عليه وعلى الناس.